السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بالدعاء. موضوعنا النهاردة كان سبب في خراب بيوت كتير أو فشل علاقات كتير، سواء جيرة، قرايب، أصحاب أو شغل. كل ده بسبب خلق سيء للأسف اسمه إفشاء الأسرار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أن المجالس بالأمانات، يعني أي حاجة تحصل قدامك في قاعدة ده سر ما ينفعش تطلعه بأي حال من الأحوال، يبقى الحل في كتمان الأسرار. موضوع مهم جدا هنتكلم فيه النهاردة مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويسترك يا رب. آمين يا رب. الأول بس قبل كل شيء طمنين على حمزة سلامته، يعني ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. يا رب الحمد لله. حمزة ابني كان تعب كده الأيام اللي فاتت، بس الحمد لله أجر وعافية إن شاء الله. الحمد لله ربنا كريم والله. على فكرة يعني هو الحمد لله طلع في الآخر بداية التهاب رئوي الحمد لله. طبعا احنا دخلنا في احتمالات الكورونا، اكيد اي حد دلوقتي بيجيله اي تعب لازم اول احتمال يحطه ان هي ممكن تكون كورونا، بس الحمد لله يعني طلعت بداية التهاب رئوي، فالحمد لله قوي على كل شيء. لازم ناخد بالنا على فكرة كويس قوي، ربنا يشفيه. درس بنتعلمه صح؟ درس فعلا، بس بجد يعني من اهم الحلول الدعاء، هو السحر بجد الحلال، الصدقة مش ممكن، يعني الحاجتين دول هما السحر بالنسبة لي. وطبعا احنا لازم بناخد بالأسباب وبنروح للدكتور وبنعمل التحاليل والأشعة وكذا، متوكلين على الله والشفاء من عند ربنا الحمد لله. ربنا يا رب يشفولك ويعفولك يا رب إن شاء الله. ربنا يكرمك يا شيخ أحمد. ربنا يكرمك. طيب احنا بنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا، خطورة إفشاء الأسرار. الحمد لله وكفى، وصلي اللهم وسلم وبارك على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. لا شك أن إفشاء الأسرار من الصفات السيئة ومن الأخلاق المذمومة، وعكسه على طول اللي هو كتمان الأسرار. وكما قالوا يعني أو كما قيل، أدنى صفات المؤمنين كتمان الأسرار. ده أدنى شيء يعني كتمان الأسرار، وأعلاها نسيانها. ولذلك يقولوا صدور الأحرار قبور الأسرار. يعني دايما الصدر ده هو خاصة صدر الحر الأبي اللي هو لا يفشي أبدا السر أبدا على الإطلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وانت قلتي جملة مهمة جدا، ان البيوت للأسف الشديد كتير من البيوت بتخرب من إفشاء الأسرار، والنبي عليه الصلاة والسلام وصف اللي بيعمل حاجة زي كده من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وده حديث لازم نقوله للناس، كل زوجة كل زوج بيطلع أسرار بيته. وإحنا في نقطة مهمة جدا، يعني خاصة لما يكون في بعض المشاكل في البيوت والإنسان هيروح يقول مثلا أو يتكلم على أحد الطرفين سواء الزوج أو الزوج، ياريت يواري، يبقى في تورية، ما يبقاش الحاجة اللي هي باللفظ الصريح، لأن ما عرفش اللي قدامي ده أخباره إيه، خاصة في الزمن اللي إحنا فيه. هو دايما المستشار مؤتمن، لكن مش كل حاجة أقولها باللفظ الصريح ده بيحصل، وبيحصل 1 2 3 4، أو زوجتي فيها 1 2 3 4، أو زوجي فيه 1 2 3 4، انت كده ممكن تدخل في قضية إفشاء الأسرار، حتى لو انت بتقوله عشان يديك نصيحة. بلاش الكلام ده، خليها من باب التورية. نيجي للحديث اللي هو صعب جدا، لان احنا دلوقتي ما من مجلس من المجالس الا ونلاقي فيه إفشاء للأسرار، ونلاقي واحد يقول بس هو قال لي، بس اقول لكم حاجة، بس بالله ما حدش يقول، ما حدش يقول. واخد بال حضرتك؟ هي المجالس بالأمانة، وقدام احنا قعدنا قاعدة كده من غير لما اقول لك دي مجالس بالأمانة. سيدنا النبي عمل الكلام ده مع سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، لما أراد الهجرة عليه الصلاة والسلام راح لسيدنا أبو بكر في وقت الظهيرة، ووقت ده ما كانش بيروح فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لسيدنا أبو بكر، عاوز يقول له اللي أنا هقوله لك ده سر، مع أنه يعلم أنه الصاحب المؤتمن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولقب بالصديق، ومع ذلك يقول له أخرج من عندك. يبقى ده مفهوم اللي هي إيه، اللي انت خلي بالك دي أسرار، وما ينفعش اللي احنا نفشي الأسرار. فقال يا رسول الله إنما هم ابنتاي عائشة وأسماء. وسيدنا أبو بكر ربهم تربية سليمة، لدرجة إن أبو جهل لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو جهل وطرق الباب وكان خبيثا فاحشا ولطم أسماء وسألها عن أبيها، قالت لا أدري، حتى يعني نزل الدم من وجهها، ومع ذلك قالت لا أدري. كانت عندها أيضا كتمان للإيه، كتمان للأسرار،
وصدق أبو بكر عندما قال إنما هما ابنتاي يا رسول الله عائشة وإيه وأسماء. طب الحديث بقى اللي النبي بيحذر منه وبيقول خلي بالكم يا جماعة اللي بتفشوا الأسرار ده، إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وده يوم القيامة يوم صعب جدا، لما نلاقي الناس كلها كل الخلائق تجتمع أمام ربها تبارك وتعالى، ونلاقي بقى أشر واحد يوم القيامة مين؟ الرجل يفضي للمرأة والمرأة تفضي للرجل ثم ينشر سره. هي دي المشكلة.